السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سومية من قناة بايساب. الفيديو تاع اليوم راح تكون مقسمة لأربع أجزاء. الجزء الأول راح نحكي فيه على التصميم وكيف تقدروا تعدلوا على التصميمات اللي نحطها لكم. الجزء الثاني حيكون على الورق اللي لازم تستعملوه. الجزء الثالث حيكون على الطباعة. أما الجزء الرابع حيكون على القص. من الأسئلة اللي تجيني بزاف منين نلقى هاد لي فوتو، حبيت نوضح هاد الفكرة. أنا نصمم التصميمات هادو وحدي، نديري شارجي دي فوتو كاليتي مليحة، وهاد النقطة حنحكي فيها في التفصيل في فيديو واحد آخر. هاد لي فوتو نعدل عليهم بطريقتي، وانتم باه تعدلوا على التصميمات اللي نحطها لكم جبت لكم ثلاث تطبيقات تحتاجوهم باه تضيفوا اسم ولا صورة على التصميم. وفي الفيديو الجاي راح ندير لكم تيتوريال نشرح لكم بالتفصيل كلش. بالنسبة لروابط تحميل هذه الابليكاسيون تلقاهم تحت الفيديو. انا نستعمل زوج برامج، برنامج ادوب فوتوشوب وادوب إليستراتور. الايام الجايه ان شاء الله راح نبدا دوره تعليميه على التصميم، باسكو طلبتوها مني بزاف، راح تكون من الصفر حتى الاحتراف. نجيو دوك لثاني جزء اللي هو الورق المستعمل. قبل ما نبدا الشرح حابه نوضح باللي لو بابي يلعب دور كبير في التصميم نتاعكم. وهنا جبت لكم مثال على الفيديو اللي فات، امبريميت نفس الفيشي في بابي فوتو وفي بابي اوردينار، وشوفوا الريزلتا خرجت كاين ديفيرونس كبيرة وراكم قاعدين تشوفوا فيها بعينيكم. حتى السمك يلعب دور، مثلا هنايا البابي اوردينار السمك تاعو 80 غرام، مي البابي فوتو السمك تاعو 260 غرام. اتولهم ليح مع لو غراماج ولا سمك تاع لو بابي اللي حتشريوه. حبيت نزيد لكم معلومة اخرى اللي هي القيس تاع لو بابي. كاين مقاسات عالمية وعندها اسماء نقيسوها بحجم ورقة A4 اللي نعرفوها كامل. ورقة A3 هي زوج من A4، والA2 هي ربعة من A4 يعني زوج من A3، والA1 هي 8 من A4 يعني زوج من A2. بالنسبة للحجم الصغير، A5 هو النص من A4، A6 هو الربع، A7 هو الثلث، A8 هو الثمن تاع ورقة A4. نتمنى تكونوا فهمتوني. النقطة الجاية هي جواب الأكثر سؤال جاني، اللي هو وش من بابي لازم نستعمله. أنا حنعطيكم أسامي تاع أنواع نحتاجوهم في التصميم، وبربي إن شاء الله كل ما نجي حندير فيديو راني نقول لكم عن النوعية اللي استعملتها. كاين بابي أوردينار، بابي فوتو، بابي ساتيني، بابي كوشي، وبابي مات. أنا نفضل بابي فوتو يخرج الألوان ملاح، و لو غراماج نفضل بين 210 غرام حتى 270 غرام. اذا حبيت نخدم دي بواط نروح حتى الفوق 300 غرام. اخر حاجه في هذا الجزء هو لو بابي اللي يمشي مع الامبريمونت نتاعي. باه نشرح لكم هذه الحاجه لازم نحكي لكم على لي زامبريمونت. كما هو معروف كاين زوج انواع تاع لي زامبريمونت، لازر اي جيتونغ، والفرق بيناتهم هو في طريقه الطباعه. انا الامبريمونت نتاعي كانون بيكسما برو 100S. احسن حاجه فيها هي انها ويفي، يعني ما نحتاجش البي سي باش نمبريمي. ندخل لابليكاسيون ندير ريغلاج حسب الورق اللي نستعمله والحجم، ونكليكي على امبريمي. نجيب لو بابي، كل ما تجي تشري لو بابي تاعك لازم تقراي نوعيته واسكو يمشي مع الامبريمونت نتاعك. تلقايها مكتوبه جاتونك ولا لازر، وكاين اللي يمشي معاهم في زوج. الجزء الرابع اللي هو القص. في الحاله العاديه راح تحتاجوا ينقص يا كيتور. اذا حبيتوا تشريو ماشين تقص لكم كاين انواع بزاف. انا كانت عندي لا سيلوات بورتري، صراحه تسهل بزاف القص، شفتوا كي تكون عندك كونتيتي راح تربحي وقت وجهد وتجيكم قصه متحوفه اون ديغي خدمه تاع عزين. كنت راح نحكي لكم على هاد لي ماشين وتجربه تاعي، مي صراحه الفيديو راح يجيني طويل بزاف وراح تملوا منه، وراح ماكمش حتستفادوا قد ما كي تكون كل حاجه مفصله وحدها. ان شاء الله الايامات الجايه راح ندير لكم فيديو تفصيلي عليهم. اذا مازلتوا ما ابونيتوش في القناه واش تسناو، واشتركوا وفعلوا الجرس على خاطر الايامات الجايه راح نعطيكم بزاف اسرار على التصميم ما تلقاهم في حتى بلاصه. وفي الاخر نقول لكم اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تدعموني بجيم بارتاج وتعليق، واي سؤال ولا استفسار راح نجاوب عليه في الستوري تاع الانستغرام. بيزو على لا بروشين فوا.